الغريبة بالسوداني والكاكاو. أول حاجة يا جماعة بحط سكر بودرة مع السمنة واخليهم يلفوا مع بعضهم لغايه ما يبقى لونهم كريمي، لونهم يبقى كريمي. وادي بضايا بدأت تتجانس مع بعضيها اهي. لازم تبيض عندي. بس. اخد النص واسيب النص. اخد النص واسيب النص. ادي حبه كاكاو وانزل بالكف. كده بقى بعمل ايه يا سيدي؟ على حسب القطعه اللي انا عايزها. في ناس بتحبها كبيره وفي ناس بتحبها صغيره. دي بتاخد 10 دقايق في الفرن. وكده عملنا الغريبة بالزبيب وبالسوداني. زي ما قلت لحضراتكم درجة الحرارة 180 درجة مئوية اهي.